تكونوا بخير. انا معكم سيرام بفيديو جديد. كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير، تكون تمام. انا معكم سيرام بفيديو جديد. هذا الكل كيفكم؟ بتمنى كلكم تكونوا بخير. انا معكم سيرام بفيديو جديد. مرحبا للكل، كيفكم؟ اشتقت لكم كثير. بتمنى كلكم تكونوا بخير. انا معكم سيرام بفيديو جديد. هاي للكل، كيفكم؟ بتمنى كلكم تكونوا بخير. انا معكم سيرام بفيديو جديد. مرحبا بالكل، كيفكم؟ بتمنى كلكم تكونوا بخير. اشتقت لكم كثير. انا معكم سيرام بفيديو جديد واخيرا. هيا حلوين، كيفكم؟ بتمنى كلكم تكونوا بألف خير. انا معكم سيرام ورجعت لكم بفيديو جديد. حلوين، كيفكم؟ اشتقت لكم كثير ورجعت لكم بفيديو جديد. انا معكم سيرام. صباح الخير، كيفكم؟ بتمنى كلكم تكونوا بألف خير. انا معكم سيرام ورجعنا لكم بفيديو جديد. كون اشتقت لكم كثير ورجعت لكم بفيديو جديد. انا معكم سيرام. كيفكم؟ اشتقت لكم كثير واخيرا رجعنا بفيديو جديد. انا معكم سيرام. صباح الخير للكل، كيفكم؟ بتمنى كلكم تكونوا بخير. انا معكم سيرام بفيديو جديد. كون شو اخبار؟ اشتقت لكم كثير ورجعت لكم بفيديو جديد. انا معكم سيران، لسه ما بيعرفني. كون حبايب قلبي، شو اخباركم؟ بتمنى كلكم تكونوا بألف خير. انا معكم سيران ورجعت لكم بفيديو جديد. كيفكم؟ شو اخباركم؟ رجعت لكم بعد غياب طويل كثير، بعد غياب تقريبا شهر ونص. كيفكم؟ شو اخباركم؟ بتمنى كلكم تكونوا بألف خير. انا معكم سيران ورجعت لكم بفيديو جديد. قعدت سنه على من اول ما بلشت هي القناه، سنة كاملة على هاي المنصة. بتمنى تكبر قناتنا أكثر وأكثر، وهذا شيء مستحيل يصير إلا بدعمكم. لما بتحطوا تعليقات حلوة، لما بتعطوا آرائكم، لما بتحطوا لايكات للفيديوهات اللي بنزلها. طبعا التعليقات واللايكات هي عبارة عن مثل يسلموا إيديكي أو شكرا على أنه عم بتنزلي لفيديوهات، وشكرا على تعبك مثل ما بيقولوا، وبمثابة دعم. فأنا بتشكر كل الناس اللي دائما هيك بتعلق وبتكتب تعليقات ويعني بتترك بصمة حلوة بالقناة. بتشكر الكل بشكل عام، وبتمنى هيك تدعمونا أكتر وأكتر لنوصل بأقرب وقت ل10,000. شايفين ببداية هذا الفيديو كمان هذول، هذا الجزء الثاني من المشتريات المطبخ وترتيب المطبخ. حبايبي المطبخ كتير كبير وفيه كتير أغراض، أنا ما فيني أحطهم كلهم بفيديو واحد، لذلك عم بضطر أعمل له أجزاء. يعني مو أجزاء باب الحارة بس، والله يعني أنه يعني بده شغل كتير، وأنا يعني ما عم بحب أختصر هالقد، أنه كتير أختصر. فلذلك هذا هو الجزء الثاني من فيديو مشتريات المطبخ، الأشياء الجديدة اللي أخذتها وكمالة يعني الترتيبات وإلى آخره. طبعا رح يكون في له على الأغلب جزء ثالث لورجيكم النتيجة النهائية. طبعا بالبداية شايفين هدول الصحون اللي ورجيتكم اياهم بالبداية، هدول من الايكيا، هذا الابريق كمان من الايكيا، وهاي العلبة تبعت الزرايع في عندي منها وحدة، اخذت وحدة ثانية كمان، هدول من الايكيا. هذا هاي الصينية الفضي من التيدي، هاي يعني اللوح للتقطيع. في عندي خشب بالبيت وفي عندي بلاستيك، بس انا بالبلاستيك اللي عندي بدي كب القديم واحط استخدم هاد. وشايفين هذا بيجي تنتين بكيس واحد كمان من الايكيا، مثل ما لكم شايفين بالصوره، يعني بتقطعوا، فيكم تقطعوا عليه مثل يعني للتقطيع هو، وتقدروا انه مثلا تحطوا الخضروات اللي قطعتوها للطنجره مباشره، يعني استخدامها سهل. في هدول كمان مجموعة الكاسات من التيدي، رح أخذ كمان منهم نص دستة، هي نص دستة، فرح أخذ كمان نص دستة تانية. اللون هناك جاي على زهر. أفضل أنواع الكاسات اللي بتجي بسعر مناسب، يعني مو غالي كتير ومو أنه سيء، هو من التيكي ماكس. أنا كاساتي القديمين من التيكي ماكس، بس للأسف كنت مشتريه نص دستة وانكسرت كاسة، فما ضل عندي كاسات بالبيت. هلأ هاي المزهرة كمان للتقطيع، بس بتجي إزاز، وسمعت إنه الإزاز صحي أكتر من الخشب والبلاستيك، بس إنه سهل الكسر. ما لقيت كمان غير هاي النقشة، فإنه جبت وحدة.
هاي العلبة التوم مثل ما لكم شايفين. في أنا عندي واحدة تانية بتجي مثل طقم، بس أخذت هاي واحدة زيادة. أحيانا يمكن يكون صوتي يختلف بالمقطع نفسه، بكون أنا قصة المقطع ورجع أنه بسجل صوتي. هذا الأطرميس الصغير الأسود والأبيض اشتريته من التيدي، هذا اشتريته للملح. وهاي كمان الخشبة، أنا كتير بحب هيك شغلات، كمان هاي من الأكشن وسعرها مو غالي، لأنه بالعادة هذا الخشب بيكون كتير غالي ببقية المحلات. وهاي كمان كانت لازمتني بالمطبخ وأخيرا لقيتها بالأكشن. هاي مشان القلي وكذا يعني. صبايا بس بدي لكم شغلة، في كتير بس بتجيني أسئلة بالتعليقات إنه من وين اشتريتي هاي الشغلة، من وين اشتريتي مثلا هاي القطعة. أنا بكون بالفيديو ذاكرة وأنا عم بحكي ذاكرة إنه هدول الأغراض من وين، بس إنه في ناس ما بتكرر الفيديو لقدام وبترجع تسأل بالتعليقات. بصراحة أنا هذا الشيء مو بيزعجني، بس بيزعلني إنه أنا مثلا بجي بسكر لكم المعلومة، يعني بقول مثلا هذا الكمين مثلا اللي اشتريته لغرفة القعدة هات من البوكو، برجع بجيني سؤال إنه هذا من وين، أو ذكرت إنه اللاصقات هدول من الأمازون. جاني كمان كتير أسئلة عن نفس هذا، يعني نفس السؤال، من وين اللاصقات اللي لزقتهم على الأطرميزات. هاي القطعة هي من أروع، يعني أروع شيء أخذته كمان من الأيكيا. بصراحة سعره غالي، 25 يورو. بيجي هذا المدور مثل جرانيت وبيدور بهذا الشكل مثل ما لكم شايفين، والقاعدة اللي تحتها هيك بتجي مثل الكروم، شكلها مثل شكل الطاولة. كتير كتير حبيتها، وأنا أخذتها لاستخدام معين. إن شاء الله بنشوف مع بعض بالفيديوهات القادمة أنا لشو بدي أستخدمها. يعني أنا أكيد رح أستخدمها للمطبخ، بس مو للأكل بصراحة. أما آخر شيء من هذول، يعني آخر شيء اشتريتهم أو من هذول المشتريات كمان من الأيكيا، أخذت هاي المجموعة، مجموعة الصحون، هذا اللون الفضي الغامق على أسود بيجي لونه. في منه كتير ألوان حلوة، اللون التركواز الفاتح، البينك الفاتح، الأخضر الفاتح، اللون الكريمي هيك، اللون الأزرق الغامق، يعني في كتير ألوان. بس أنا حسيت أنه الأسود ملك الألوان، يعني وأنه هيك يعني هيك صاير على الموضة، عرفتوا كيف. فأخذت معهم إكسترا هدول الصحون اللي وجدتكم ياهم ببداية الفيديو، يعني هدول الصحون الزرق أنا أخذتهم إكسترا مشان أطبقهم مع هاي المجموعة، مجموعة الصحون السوداء. كمان رح أفرجيكم بالفيديوهات القادمة أنا كيف رح أعمل ديكور الطاولة، وكيف رح أطبق الألوان للفترة القادمة اللي هي فترة الأعياد وإلى آخره، مشان كمان تاخدوا أفكار. فبنرجع لحديثنا أنه يعني بحاول أنا قدر الإمكان، أو يعني 99% دائما بذكر لكم أسماء المحلات اللي أنا بشتري منهم الأغراض. حتى معظم الأحيان إنه إذا كان في وقت بنص الفيديو بذكر لكم كمان الأسعار. مع ذلك بشوف إنه نفس الأسئلة تكررت بالتعليقات، يعني هذا ما بيعني غير شيء واحد، إنه مثلا إنه هي مثلا الوحدة اللي عم تسأل إنه ما عم بتشوف الفيديو، هي بتشوف مقطع صغير وبتجي رأسا بتكتب إنه هاي من وين، عرفتوا كيف. يعني أنا بتعذب بعطيكم المعلومات، بعطيكم الأسعار وإلى آخره، وترجع بتجي مثلا نفس الأسئلة. فبتمنى تكونوا فهمتوا علي وتركزوا بالمرات القادمة على الفيديوهات إنه بشكل أكتر، في حال إذا حابين مثلا تسألوا سؤال، أول شيء شوفوا إذا الجواب مذكور بالفيديو، وفي حال إذا أنا ماني ذاكرته ففيكم طبعا تكتبوا لي بالتعليقات وأنا رح أحاول أرد على الكل. بالنسبة لهدول اللزقات تبعات الأطرميزات رح أعطيكم معلومة، أنا كنت حابة بصراحة أحط الرابط بصندوق الوصف تحت هذا الفيديو، بس
انا ما حبيتهم، مو اللزقات اللي ما حبيتهم، اللزقات بيجي مثل نايلون واتوقع ما بيخرب على الغسيل، بس اللي ما حبيته هو هدول الاقلام اللي بتجي اكسترا، بصراحة اللون عم بيروح حتى على اللمس، يعني مع انه انا تركته الليلة كاملة لينشف وما دقرتهم ابدا، مجرد تمسكوهم رأسا بتشوفوا انه حبر هيك صار يروح اللون، يعني عرفتوا كيف؟ فيا اما لازم تشتروا يمكن مثلا من رابط تاني جودة تكون افضل، ما بعرف، بس انا هدول ما رح احط لكم اياهم بالصندوق الوصف، لانه مثل ما قلت لكم اللام عم بيروحوا بسرعه، يعني شيء طبيعي يمكن يروحوا على الغسيل لما انتم تغسلوا هدول الاطرميزات انه يروحوا على الغسيل، بس ابدا مو طبيعي انه مجرد ما تمسكوا الاطرميز راسا يروح اللون، يعني تقريبا عذابي كله راح على الفاضي. هاي بالنسبة لهدول هاي المجموعة يعني تبعيت الاتيكيتات مع هدول الأقلام. هون هذا الجزء الثاني من تعباية الأطرميزات تبعات المونة، مثل ما شفتوا بالفيديو الماضي في كتير بنات حبيت انه هاي الفقرة فقرت تعباية الأطرميزات وهيك حسوا براحة نفسية، فرجعت عملت كمالة، لانه طبعا رجعت اشتريت أطرميزات وهدول كمالة المونة اللي ضلت عندي، مو مونة يعني اغراض للاستخدام، هدول كمالة للاشياء اللي ضلت عندي، فرجعت اشتريت أطرميزات. بدي أقول بهاي الفقرة شغلة، مع أنه والله أنا ماني حابة أحكيها بس حتى ما حدا بيعرف، بهذا اليوم اللي أنا عم بعمل فيه هاي الفقرة وعم بكتب على الأطرميزات، قلت أنه خلص لازم أعزل المطبخ، مثل يا جماعة تقولوا عين وصابتني، أنا ما بعرف شو صار، ثلاث مرات بأيام مختلفة كل ما أفوت على المطبخ عم بنتكس، فأجيت بهذا اليوم لملمت حالي ولملمت قوتي وقلت انه خلص يعني انا ماشي حالي، بدي اقوم بس انظف اشيل هالكركبة. فتت على المطبخ رجعت طلعت كل الاغراض لانه بدي انظف الخزن، مثلا في اشياء انا ماني يعني ما عاد استخدمها، فلازم انا اطالع كل شيء بالسحابات وانا عم بغير محلاتهم. انتكست، كان نهار جمعة، تعبت كتير، حسيت رجلي ما عادوا حبلوني، دقيت لزوجي من الشغل اجى على البيت ويوميتها ما اشتغل، فكنت كتير تعبانة، رجع اجى على البيت شاف المنظر كتير هيك بهدلني انه ليه عم تقومي من الفرشة، ليه عم تقومي بدك تنطفي، انا مو لانه والله هالقد نظيفية ما عم بقدر انه ساستنى لي كم يوم لأطيف، بس انه المطبخ كان بده تنظيف، يعني انتو تخيلوا بنص التعزيلة امرضتوا، فهمتوا كيف؟ وما عاد تقدروا تكملوا، فكان لازم اقوم اكمل الشيء اللي بلشت فيه، يعني رجعت مرضت ويا حرام فات زوجي على المطبخ صار يبلش هو ينظف، انا ما يعني ما قعدت نص ساعه، رجعت قلت له انا لازم اساعدك يعني لانه انت ما بتعرف انا شو بدي اعمل، يعني انت ما بتعرف انا وين بدي احط هدول الغراض، كيف بدي اطبق، وانا عن جد منيحه بس ما بعرف شو صار لي، فتت على المطبخ وهيك ما في ساعة بعد ما عم بيت هدول الأطرميزات، ما في ساعة حسيت عم بدوخ دوخة، رجلي ما عادوا يحملوني، فبصراحة أنا حتى ما قلت لحدا يعني من أهلي وهيك. فبهذا اليوم يا جماعة كنت تعبانة، الحمد لله هلا أنا صرت منيحة، بس عندي سعلة هي سعلة اللي بتطلع بآخر المرضى، الله لا يمرض حدا، الله يبعد المرض عن الجميع. شايفين هون عم بعبي كمالة الأطرميزات، وهلا رح اورجيكم المشهد الكارثي للمطبخ مشان تشوفوا انه المطبخ كيف كان لما انا دقيت لزوجي، انا هون كنت قاعده بالارض يعني لما دقيت له قلت له انا تعبانه كثير، طبعا هو رجع بده ياخذني على الدكتور بس انا ما رحت. شايفين هون شويه بذور الشيا اللي بالنص، اللي على اليمين هو بذر الكتان، انا دول باكلهم مع اللبن لما بعمل ريجيم او بعمل اكل صحي، بس سم الموت صار لي سنه ماني عامله مشان هيك صايره يعني سمنانه كثير. وهذا هو الشيبس اللي بتحطوه بالزيت وهيك بيعطيكم بيعمل شيبس هيك اللي بيكبر حجمه. بتوقع هدول كانوا كل لا لسه في عنا كمان هذا زعتر الأخضر،
انا بحب النوعين الاخضر والاحمر، بس اكثر شيء زعتر الحلبي اللي بيجي لونه احمر اكثر من الاخضر، بس انه احيانا بشتهي على الاخضر فعندي الاثنين. شايفين هون عم بينا كل الاطرميزات، وهاي هي خزانة الليمونة تبعيتي، هي خزانة معنا غرفة، هذا باب موجود بالمطبخ يمكن منتبهين عليه، ولما بتفتحوا الباب بتلاقوا فورا هدول الرفوف من جوا. فهي كان شكله سابقا، طبعا كان مكركب كتير، وانا اصلا كنت تاركته لانه انا بعرف يعني انا لازمني اطرميزات، لازم اغير كل شيء فيه، فلذلك ما كنت اعتني فيه هالقد. هون عم ندهن الخزانة من جوا، هي طبعا كانت محوطة اول ما انتقلنا على البيت كان بهذا الشكل يعني. وهيك كان شكل المطبخ لما انا ما قدرت اكمل. تخيلوا اتركه بهذا المنظر 3 مرات تتكرر معي القصة، فكان مستحيل اني اتركه بهذا الشكل. طبعا انا بعرف هذا المقطع ما رح يعطيكم طاقة ايجابية، بس مشان تشوفوا النتيجة النهائية بالفيديو القادم. اما اخر شيء انا حبيت اورجيكم نتيجة الاطرميزات، كون صار لنا فيديوهين عم نعبي بهالاطرميزات، فحبيت انه اورجيكم خلص انه هذا جزء من المطبخ النتيجة النهائية، لانه هذا الجزء الوحيد اللي خلص يعني. فحبيت اورجيكم بهذا الفيديو بس هذا الجزء. هذا هو الرف الوحيد اللي حط فيه الاشياء، المعلبات، هدول السحابات اللي فيهم اشياء للكيك، فانيليا، خميره، صوصات وهيك شغلات. واخر شيء من تحت مثل ما كنتم شايفين حاطه البطاطا تحته، البصل، وبهذا هي السله الكبيره حاطه الاشياء اللي موجودين بالاطرميزات ومعباين، وهدول الزياده. فمثلا اذا رحنا عملنا تسوق وفي عندي اشياء بشتريتها زياده بحطه بهي السله الكبيره. اما على اليمين فحاطه الله يعزكم كياس الزباله وأغراض الجلاية وأغراض اللي بيستخدمون للفرن وهيك شغلات. فنحن أنه شخصين ما بنشتري كتير، يعني ما بنشتري كتير معلبات لشهر لقدام، خلص بنشتري كل شيء أول بأول، كل أسبوع بأسبوعه. وهدول الرفين هدول فيهم كل أشياء المونة والأشياء اللي بستخدمها بهدول الرفين، وما حبيت كتير أعجي يعني أكتر من هيك أحط الأغراض. أما بآخر جزء من هذا الفيديو حبيت كمان أورجيكم موديل الصحون، شكل الصحون يعني كيف بطلع اللونين مع بعض، الأزرق والأسود مع المعالق الذهبي. طبعاً مثل ما قلت لكم بأحد الفيديوهات القادمة بالشهر الجاي إن شاء الله رح نعمل هيك ترتيبة حلوة للطاولة، بس حبيت أورجيكم إنه كيف الألوان متطابقة مع بعضها، اللون الأزرق واللون الأسود مع الذهبي. آخر شيء بهذا الفيديو كمان حبيت أورجيكم التحضيرات للخزانة الجديدة. هذا خشب جبناه، خشب عادي يعني مو يمانا خزانة، وزوجي حاب هيك يعمل لي مفاجأة هيك على كيفه ويعملنا مثل رفوف بالحيط بالمطبخ. فهون كان هو رايع الأبو وعم بيجهز لنا الخزانة اللي عن جد أنا ما عندي فكرة هو كيف بيعملها، بس إنه أنا واثقة بذوقه وفخورة فيه إنه عم بيعمل شيء هيك بإيده. هذا كان كل شيء حبايبي بهذا الفيديو. حبيت أعمل لكم فيديو للتحضيرات والمشتريات مشان ما يكون كله إنه بفيديو واحد، مشان ما نضيع يعني، إنه أورجيكم تسلسل الأحداث شو اشتريت وكيف أسعارهم ومن وين اشتريتهم وهدول التحضيرات، لأنه إذا حطيتهم كلهم بفيديو واحد رح يكون كتير كتير طويل. فمشان هيك حبيت انه اعملكم اجزاء يعني مشان هيك حسب تسلسل الاحداث مشان ما تضيعوا وانا كمان نفس الوقت ما اضيع. هذا كان كل شيء حبايبي بهذا الفيديو، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا واستفدتوا ولو بشيء بسيط. كمان حبايبي اذا عندكم اي اسئله واستفسارات اكتبوا لي بالتعليقات، ضيفوني على الانستغرام، الرابط موجود بصندوق الوصف لاني بنزل اغلب الاشياء من المحلات والروابط وهيك شغلات، وبجاوب على الاسئله اكثر شيء على الانستغرام. فلا تنسوا كمان تضيفوني هنيك. بحبكم كلياتكم، حطوا لايك لهذا الفيديو، بشوفكم فيديوهات قادمة، ضلوا بخير وباي باي.